مشاهدينا اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم الى هذه المقابله الخاصه التي تاتيكم من القاهره، وضيفنا فيها هو المهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه في مصر. مهندس طارق اهلا ومرحبا بك في سي ان بي سي عربيه. اهلا استاذ ياسين. يعني دعنا نبدا من هذا الزخم والاهتمام المتزايد من شركات النفط العالميه بالاستثمار في قطاع النفط والغاز في مصر، وهذا اتضح يعني من خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول في نسخته السادسه. كيف يعجل هذا الاهتمام العالمي بتحول مصر الى مركز اقليمي للطاقه؟ يعني اتصور من سؤالك استاذ ياسين انه وجود يعني هذا الزخم وهذا الحضور الكبير سواء من وزراء من دول مختلفه او من رؤساء شركات عالميه او من سكرتيري عموم لمنظمات دوليه، بالاضافه الى شركات الخدمات والحضور من قطاعات مختلفه منها القطاع المصرفي وقطاع المؤسسات التمويل وغيره، يدل فعلا على انه يعني مصر في هذه المرحله في هذا القطاع يعني عندها فرص واعده ومكان جيد وخصب للاستثمار وفرص واعده، وده كله بينعكس وبيترجم لأعمال وصفقات بتتم للشركات وتنميه اعمال في مصر وخارج مصر، وبنشوف فرص بتطرح من قبل وزاره البترول امام الشركات العالميه، ويمكن حتى شاهدنا توقيع عدد كبير من الاتفاقيات على هامش ايجيبس، بعضها يخص زياده الاستثمارات او عمليات بحث واستكشاف جديده. حدثنا عن تفاصيل بعض هذه الاتفاقيات. احنا طبعا بننتهز فرصه ان احنا يبقى عندنا حضور كبير، وبالتالي الاتفاقيات اللي بتكون مثلا ما بين الدوله ممثله في هيئه البترول وما بين الشريك الاجنبي وتكون جاهزه بعد ما بيتم التصديق عليها من البرلمان وبتطلع بقانون بيعتمده فخامه الرئيس بتبقى جاهزه للتوقيع. فمثلا بيبقى عندنا عده اتفاقيات من هذا النوع، فبنقول ان احنا بدل ما يتم التوقيع في الوزاره لا ننتظر مع وجود هذا المؤتمر عشان بيبقى فيه حضور كبير يشوفوا نوع الشركات وحجمها اللي بيوقع مع مصر اتفاقيات بحث واستكشاف والتزام. هذا ياخذنا لحجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في مصر وتوقعاتكم لهذه الاستثمارات خلال 2023. يعني الموازنه بتاعتنا او البادجت بتاعنا لهذا العام بيتكلم في حدود 8 مليار دولار، وال 8 مليار دولار دول طبعا يخصوا اعمال خاصه بالغاز واعمال خاصه بالزيت الخام. والحقيقه انها يعني خطط بيتم وضعها مع شركائنا العالميين، ويمكن بتبقى كلها فيها شيء من الالتزام الحقيقه، وجزء كبير من هذه المبالغ محطوطه على حفر استكشافي. فان شاء الله ان شاء الله لما يعني نسبه طيبه من هذا الحفر الاستكشافي ينجح ويحقق نتائج ايجابيه، هذا الحفر الاستكشافي وهذا الاستثمار يتقلب ويزيد بقى لتنميه وانتاج باذن الله. طب انت بتاخدنا لنرجس واكتشاف نرجس خاص بشيفرون وايني وثروه، هل تم تقييم هذا الكشف والاعلان يعني عن حجم احتياطياته؟ هو الحقيقه يعني لم يعلن الرقم النهائي، لانه طبعا زي ما بنقول احنا بنخلي هذه المسؤوليه لشركه شيفرون بما انها الشركه المسؤوله عن العمليات. صحيح هي شركه ايني شريكه معهم، ولكن في نهايه الامر بنقول انه الشركه مسؤوله عن هذا الامتياز وعن هذا الكشف، وبالتالي يكون من الافضل ليها بعد التاكد من الاحتياطي انها تعلن عن هذا الرقم المدقق، وبالتالي احنا نتصور ده هيحصل في خلال الاسابيع القادمه. هو كشف حجمه لا باس به، حجمه كويس، يعني ولا هو كشف صغير ولا هو كشف ضخم، كشف متوسط الحجم، متوسط الحجم ومعقول، ومستو ان هو نقدر نتحدث على انه قريب من التسهيلات القائمه، وبالتالي عند قرار الاستثمار والتنميه اتصور ان هو يعني يدخل على الانتاج في سنه ونص او سنتين بالكثير ان شاء الله. هذا يفتح شهيه الشركات للتنافس على المزايدات الجديده التي تطرحها مصر، ممكن تم طرح بالفعل مزايده عالميه، واعلنتم ان هناك ثلاث مزايدات خلال العام الجاري، ما هي تفاصيل هذه المزايدات؟ والله كلامك مظبوط يا استاذ ياسين، احنا فعلا في نهايه العام طرحنا مزايده بتاعت الشركه قبضه للغاز ايجاز،
ومعظمها بحر ابيض متوسط، بحيث انه يبقى في فرصه، لانه طبعا الاستثمارات بتبقى كبيره هناك والمخاطره بتبقى عاليه، فبيحطوا بياخدوا وقت. فطرحناها بسرعه قبل اخر السنه. الثلاث مزايدات الثانيه هتبقى في مناطق تابعه لهيئه البترول في الصحراء الغربيه والشرقيه وخليج السويس، وكذلك المزايده الثانيه هتبقى خاصه بشركه قابضه لجنوب الوادي للبترول وفي المناطق الخاصه بها في جنوب الوادي، والمزايده الثالثه هتبقى خاصه بالمناطق المتقدمه او البراون فيلدز اللي هي تم الانتاج فيها على مدار سنوات واصبحت محتاجه لمعالجه جديده لتنميه المخزون اللي فيها من الزيت الخام، اللي محتاج تطبيقات تكنولوجيه وعلميه باستثمارات جديده. فدي هنطرحها علشان نشوف شركات الخدمات او الشركات الاخرى الاقليميه او العالميه المهتمه بهذا النوع من الحقول المتقدمه، ويتم طرحهم على مدى العام الثلاث مزايدات. باذن الله. طيب الان الانظار كلها تتجه الى منطقه شرق البحر المتوسط لتلبيه جزء من الطلب المتزايد على الغاز خاصه من اوروبا، هذا يعني زياده الصادرات. ما هي خطه مصر خلال 2023 لزياده الصادرات وايضا حجم الصادرات المستهدفه؟ احنا صادراتنا كانت في حدود 7.5 مليون طن من الغاز المسال، كنا بنتكلم في حدود 8.2 لما نحط الغاز الطبيعي، 8.4 مليار دولار في العام الماضي. احنا يعني نسعى ان نحافظ على هذا الرقم هذا العام ان شاء الله. ليه بقول كده؟ المفروض تقول انه لا ده الارقام لازم تزيد والاسعار تبقى اكتر. هو اللي حصل انه الاسعار بدات تنزل، اسعار الغاز المسال، ويمكن ده بعد لما يعني شفنا ان اوروبا الخزانات بتاعتها مليانه وانه الشتاء ما كانش بهذه البروده المتوقعه، وبالتالي مش هيبقى فيه احتياج في الوقت الحالي لمزيد من التخزين. وبالتالي هنقول لو بدأنا الموسم الجاي على زيادة جديدة في الأسعار مع الأسعار المنخفضة دي، ممكن نحقق نفس الأرقام اللي حققناها السنة اللي فاتت في خلال عام 23 إن شاء الله، وده في حد ذاته يبقى كويس يعني بإذن الله. نسعى لزيادة الكميات وزيادة الرقم في النهاية، لكن يعني بنحاول إن احنا نكون واقعيين في ظل المشهد العالمي. هل محطات الإسالة الآن تعمل بكامل طاقتها سواء في دمياط أو المحطة الأخرى؟ والله يعني بتعمل في كامل طاقتها اليومين دول اللي احنا في الشتاء، لكن في الصيف يمكن ما بتبقاش على كامل طاقتها، يمكن نص الطاقة. وبالتالي على مدار العام نقدر نقول انه المحطات لسه فيها ساعات فائضة وبتشتغل يمكن على 60% لو قلنا السنة على متوسط العام كله. طبعا ده معناه ان احنا لسه عندنا فرص لاستجلاب مزيد من الغاز سواء من اسرائيل او من قبرص من خلال الخطه اللي كانت موضوعه معاهم، او من خلال زياده الانتاج المحلي وتقليل الاستهلاك المحلي، وبالتالي الفائض يزيد نقدر نزود الصادرات. يبقى عندنا فرصه لزياده الصادرات لان لسه في ساعات في محطات الاساله. بس هل هنرى زياده في كميات الغاز القادمه من اسرائيل او حتى مستقبلا من قبرص؟ يعني هو في كلام مع الشركات هناك ومع الحكومه هناك، وبنحاول ان احنا نعظم من الكميات. طبعا في خطط هناك للتنميه وفي خطط للانتاج وفي خطط للتصدير، وبالتالي يعني ما بنقدرش نقول ان الكلام ده بيحصل في يوم وليله، طبعا بيبقى من خلال مفاوضات وخطط وتنسيقات، بس الحقيقه ماشيه كويس قوي وفي تعاون جامد. لان احنا يمكن كمان في يونيو الماضي يونيو 22 بوجود رئيس الاتحاد الاوروبي السيده فوندرلاين تم توقيع مذكره ما بين مصر واسرائيل والاتحاد الاوروبي لزياده الصادرات لاوروبا، وبالتالي كان من ضمنها ان احنا ازاي نعجل ونسرع ونزود الكميات اللي بتاتينا من اسرائيل. والحمد لله احنا ماشيين كويس في المفاوضات يعني سواء مع الشركات او مع الحكومه، بحيث احنا نشوف زياده في هذه الكميات ان شاء الله على اواخر هذا العام ان شاء الله. هل تحتاج مصر مهندس طارق لبناء المزيد من محطات الاساله مستقبلا اذا دعت الحاجه او كان هناك طلب متزايد على الغاز؟ مفيش شك احنا البنيه التحتيه بتاعتنا في كل من دمياط وايدكو تستوعب زياده وجاهزه انها نضيف اليها خط وخطين في كل محطه. ده هيتوقف على الكميات التي سنستطيع ان احنا
نحصل عليها من إسرائيل أو كميات التي سنحصل عليها من قبرص مع زيادة كميات الإنتاج المحلي والاكتشافات المتوقعة إن شاء الله، ده هيخلينا نحط القرار الصح. لأنه زي ما بحكي لحضرتك، لو كنا النهاردة متوسط العام 60% بلسة عندنا طاقات فائضة ما نقدرش ناخد القرار ده دلوقتي، ولكن مع حجم الخطة والنشاط اللي بنعمله سنة 23 في أعمال البحث والاستكشاف، مع المفاوضات الجارية علشان زيادة استيرادنا من إسرائيل، مع برضو خطتنا لاستيرادنا من قبرص، هيخلينا السنة دي سنة 23 إن شاء الله نبقى في موقف نحدد فيه احتياج ان احنا نزود خط او خطين من خطوط الإسالة الإضافية في دمياط او في إيدكم. اخيرا خلينا نسأل حضرتك على خطة ترشيد استهلاك الغاز محليا، وازاي هذه الخطة ساهمت في زيادة الصادرات، يعني ان يوجه جزء كبير من الغاز الذي كان يستهلك لتشغيل محطات الكهرباء نحو الصادرات للاستفادة من الارتفاعات الكبيرة في اسعار الغاز على مدى الشهور الماضية. طبعا احنا في هذا الإطار احنا نورنا بمجموعة من البدائل، وكان على رأسها وكان يعني كحل سريع هو ان احنا نزود محطات الكهرباء بوقود المازوت بدلا من الغاز الطبيعي، فنخلي الغاز الطبيعي للتصدير، وده لانه 1,000,000 وحدة حرارية للغاز الطبيعي المسال مازالت اعلى، وبالتالي فايدة اكتر من 1,000,000 وحدة حرارية من المازوت. ده في اتجاه، وده حقق لنا يعني كميات كويسة جدا، ولا سيما في الصيف الماضي اللي هو عز الصيف اللي كانت محطات الإسالة ما بتصدرش ولا أدم مكعب واحد من الغاز. في الشتاء طبعا مع انخفاض الاستهلاك بصفة عامة، واستمرارنا في خطة تزويد محطات الكهرباء بالمازوت بدلا من الغاز، ده بيوفر لنا مزيد من الغاز للتصدير. الحقيقة ان احنا طبعا شغالين برضو مع الدولة في إطار حملة لزيادة التوعية لتخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، وبالتالي يتم تخفيض الاستهلاك للوقود الأحفوري أي كان مازوت أو غاز طبيعي، مما يساعدنا بصراحة من توفير هذه الكميات وتوجيهها للتصدير. فإحنا الحقيقة شغالين في هذا الإطار، وتصور أنه كمان مع التعجيل بخطة الطاقة الجديدة والمتجددة ودخول طاقات جديدة على الشبكة القومية هيساعد في تخفيض الأحمال على المحطات اللي بتشتغل بالغاز الطبيعي. مهندس طارق، أنا أشكرك كل الشكر على هذه المقابلة. شكرا جزيلا. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المقابلة الخاصة جاءتكم من القاهرة، وكان ضيفنا فيها هو المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر. إلى أن نراكم في حلقة قادمة، في أمان الله.